بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. በቁርአን ስትተአምር ነው ያለው። ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች እናንተ ማወቅ አለባችሁ። ቁርአን هو معجزة كبيرة كبيرة جدا أكبر معجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن له أن عند نجر ما وقع لبعض القرآن درو بس أبو حنيفة جزي ولا بسيدنا عمر جزي يالتردد نجر زمن راسه يفسروال ينتقل له شون دمج زمن يفسروا يهدال بتلي تكنولوجي قداي يشرع أي كيرم يشرع قداي هذا حلال هذا حرام جزي بمتاع جزي بهد يا أسونو يا الله هجاي كيرم لكن درو كأن شيء أمت يالتردد يا تكنولوجي قداي أهون بمرمر يتردد نجار لنا قرآنو قله بلو بقى بقلت إتايال السونو بتأم يستستين بقرآن عندن دي تكنولوجي نجار اللي عندن دي تمرت يساينس نجار اللي درو أباتو تشاتشن للردو تايتشلوم لمسالي በሰማይ የምትሄድ አንድ በብረት የተሰራች እንትናለች ብትላቸው ሰሃባ እብድ ይሏል ሊመጣ ነው ብትላቸው ምንድነው ምትላንተ ባው ባው እንዴ ወፎች ብቻ ናቸው በመንፈስ የሚሄዱ እንጂ እንዴት ብረት በዛ ይሄዳል ይላል ولكن سبحانه وتعالى بعند قال زكتوتال بسوره النحل ويخلق ما لا يعلمون عليه ويخلق ما لا يعلم والبغال والانتن سلا اهيا سلا فرس سلا جمل وغوغوجا يهن تتكاسه بحالا مناله ويخلق ما لا يعلمون لو دفيتو دمو ان انت ما تاوقوت نجر الله اللي فطر نو بلوال بزي اساطروا على كل حال قران يا ساينسو ايات زمن راسو يفسروال يغباچو على ابابالي يعني كاند شي امت يالتغلص نجر زاري ليغلصنا ليوطا يشلال اوكي نجمر العالم الفيزيائي عند فيزيشان نو سورياوي فيزيشان نو يقول ان الماء له قوه حمل السفن شيء سوچ من يلالو عليه بحر ويم دمو وها تلالق مركبوش يشكمال يمشكم قوه الله الله يلو وندموش نيا سنت مركبوش قالو ما شاء الله ከተማ የሚያሉ መርከቦች አሉ። ውሃው ተሸክሞ ያንሳፈፈች ትሄዳለች። ስለዚህ ምን ይላል ፊዚሽያኑ? يعني ሰዎች ምን ይላሉ? ባህሩ እኮ ትላልቅ መርከቦች ለመሸከም ቁዋ አለው ይላሉ አለ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? لكن الله ينكر ذلك الله جن يوشت ነው ይላል። ውሃው ትላልቅ ወይም ትናንሽ መሸከም አይችልም ወሃውሃ ነው አንነገር ከስቀመጥክለት ይውጣዋል እንጂ በላዩ የሚሰፈፍ ነገር የለም ወሃውም ኃይል የለውም ይላል አላህ እንደዚህ ይላል طيب አንደኛ ማስረጃ ሲያመጣ ይን ፊዚሻ ምን አለ يقول سبحانه وتعالى وايه لهم ان شوف بحر አይደለም የተሸከመው ان نحن አለ እኛነን وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بمركبو بزومة ميهولو سوش أسكمتن تشكمن كبوتا ودبوتا يوسدنو إنيانا إلى الله سبحانه وتعالى بحروا العالم وآية لهم أن تأمر نقر أن حملنا ذريتهم يعني سيدنا نوح منالو الله سبحانه وتعالى على من لا تفع سلم فلق وندنا سيت يعني صوتا ሁለት صوتا ሁለት صوتا بمركبو لا يچانالو مركبوا በጣም ትልቅ ነበረችና وندنا سيت ያደረገዘ አስቀመጠ ከዛ በኋላ الله سبحانه وتعالى ያሳፈፈ يعني አደጋ የሌለበት ቦታ ወሰዳት ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ثم قال وان نشاء بنفلقكم نغرقهم يعني بحر اندبلاتشو ارق نبر لكن انينو يعني قوانو انجي بحر قوان اللميلال يعني السفن لا يحملها الماء بل الله
الذي يحمله. وقالوا هناك قانون الحمل. دمو عند نجار لي بحرو يجر مالكو يبحر نجار بتأمنو يجر مون دموش. عندن فورمولا الله سبحانه وتعالى بزاس كم طوال. فورمولا مالت يعني يا فورمولا كود مالت نو. يا كود كوكو بزون نجار للصلاة تشلاله. سلزي يبحر قداي يجر مال. قالوا هناك قانون الحمل وضعه الله في الماء. بوهاس كمت عند فورمولا عليه. يعني تكتل بزن سرى لمسراتي شلاله. ألا ترون لو رميت كيلو حديد أتملكتم ويوند موشلال فيزيشانون وميلو عند كيلو برت بتتلو ببهر ودياون within one second يتلقال يستمال أرلم دي عند كيلو برت على طول ودي أستي قبال. ولكن يحمل الماء سفن وزنها ألاف بل ملايين الأطنان. عند كيلو برت زملت أروستي يقبل هذا لمدة، لكن بزوت طن millions of tons thousands of tons يمتمزن عند مركب تشكمات يتنسافت هذا الرج. شقوا عقولكم يا أخوانا شكلات شو نسر روسي هنا ترى اللي مهنا قال طيب انديت بيا بتأي كاتشو انديت هنا متو شي كيلوغرام يهونا شو مركب ينسففت هيدالج ككندا ود امريكا تقبالج عند كيلو جن اندزي بتطلو يسطمال ليلا دموالي فيزيشانو. وعلى عكس ذلك يحمل سبحان الله عند كيلو يسطمال 100 شي كيلو ايسطمم يميغرمو دمو كزاله 50 غرام بس 50 جرام ايش معنى 50 جرام يعني ان ولا 100 انت كيلو نو 50 جرام بتام سس يهونهچو ورقه ايستم عند ورقه لمثاله 50 جرام مش 50 كيلو 50 جرام ورقه بتاسكمطو ببحر انسففال 100 شي كيلو جرام انسففال 1 كيلو برت ايستمال مدنو غدو الله ياسكمطو فورمولا عليه من دنو فرمولا علمه من علمه وجهله من جهله يعني بتقام بتقل يتقارو فرمولا ما وق جمرو انديام ياوقوت 1 اوفر مليون نو جناس لبحر يالتوق اي بزال اوقنا يعني اي بحر مركب سرو سلازي ورقه 50 جرام يماتهون تنسففالج مركب 100 شي كيلوغرام يهونو ينسففال 1 كيلو برت على طول يسطمال بل قماش كيلو يهمتشو انشات تنسافففالج يهلو من دنو بنل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل عند فورمولا اللي ببهر ياسك أمتو اي قرماتشو اي قرماني عليني انا بتأمنون اي قرماني الله قداي طيب كذا فيزيشانو وده انتن هيدي وده وفوش هيدنا قالوا ان الطيور والطائرات تحملها قوة الهواء نزا وفوتشنا أوروبلانوكو نفاسون مشكماتشو إلى الوالي ولكن الله ينكر الله قل لا إلال نفاسو قوة اللوم أوروبلان لمشكم ولا عندي توف ارقم لمشكم قوة اللوم ولذلك يقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الهواء لا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أتايم وي إن أنت سوتش تملكت استئيوت إن الزاوفوتش صافات يعني كنفات شو يزرقالو ويقبضن عندنا يعني يسبسوتال عندنا يزرقوتال عندنا يسبسوتال عند زيالو أدلم يميبرو طيب ما إنه يتشكمات شو عندي توف كأستراليا ودى أمريكا 10 كيلومتر تسبسبو عند متو هلت متو شي هلت شو وفوش باب يتنشا شو باندك زي هدالو تاك الله شو وفوش سامر ليلة أقري منور ينورالو وينتر سيهون بليلة أقري ينورالو عند زي هالو عدلا
እነሱ ናቸው የሚሸከሙ አረባክ طيب ንፋሱ ነው የሚሸከማቸው لا يقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ألا يموي إن الزوفوش بلا يمهدو ويقبضنا صافات ويقبضنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير طيب وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل تملكت ونقلي الزيلاي يميزاتشو يلم نفاس وعد اللم إنينم ميزاتشو والي وفي سورة النحل من عليه ألم يروا إلى الطير مسخرات زي لاي أهنو يلو علماء تشو بدم بارغو تملكتو يعوكوت ألم يروا إلى الطير طير مالت زيه أوروبلان مالت نوالو انديت تم يعني بدم بيازوت آيو ألم يروا إلى الطير مسخرات مسخرات لسوتك امتبلو يتكمت أمات مسخرات لسوتك امتبلو بهواه يتكمت أو يمسرا التايم في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحان الله ركاك ترقم تملكته سلي وفوش ما يمسكهن إلا الرحمن عليه من دنو هوتي اللا تشو نقر سلهونو رحمانو بتشانو يميتأبك أتشو رحماني هون جيتا برحمتونو ميتأبك أتشو وفوشو عليه الزيقن ብረታብረት የተሰራች አውሮፕላን ስለሆነች አለም የረው إلى الطير مسخرات من في جو السماء مسخرات ያልገባው ሰው ይሄን አያ ሊገባው ይችላል مسخر ማለት ለሰው ጥቅም ትብሎ የተቀመጠ ነገር ነው طيب አሁን እዚህ ላይ ያሉ ዑለማዎች ወፎች ቢሆኑ يعني ወፎች በአውሮፕላን ማንሳፈፋቸው ለሰው ጥቅም ምን አለ ለሰው ጥቅም የለውም ለነሱ ነው ጥቅሙ እዚግነ የሚለው አታይም ወይ በሰማይ የሚበረው ነገር ለሰው ጥቅም ብሎ ተቀመጠው እዩትስቲ ማይምስኩሁነ ኢላላህ አላህ የትልቅነት ያኒ اسم الجلال ኢላሉ ትልቅነቱ ነው የሚገልጸው አላህ እዛ ግን ረህመቱ ይገልጻል ረሂም ሆነ ረህማን ሆነ አዛኝ ሆነ እነዛ ደካማ የሆኑ ወፎች ተሸክሞ ከቦታ ወደ ቦታ ነው የሚወስዳቸው እዚህ ግን ለሰው ጥቅም ተብሎ የተቀመጡ በብረታ ብረት የተሰሩ እንትኑ ያኔ በሰማይ ያሉ ማይምስኩሁነ ኢላላህ አላህ በጀላሉ በአዘመቱ በክብሪያኡ እነሱ ነው የሚሸከማቸው እነ ፊ ዛሊከ ለአያት ሊቀውሚ ዩሚኑን ይሄን አሁን ያልኩት የገባው በማርኒያ በደንብ ልገልጽልኝ እፈልጋለሁ አሁን ስጨርሰው ምክንያቱም ውስጥ ምስጢር አለው الله إنا رحمن مجمرة إذا الرحمن عليه إذا الله عليه ولتنيا لمن مسخرات مالت من دنو مسخرات لسوتك بلو يتكمتنو وفتشوغن بنفاس بمهدات شو لسوتك ميلوم لنسونو لكن إن أوروبلان جن مسخرات نات شو عليه طيب ثم نقول دمو من ذلك كشي أرتمتو أمت بثيت سلي أوروبلانو مناغروكونو الله سبحانه وتعالى كرياتو في سورة النحل يقول مسخرات تمام؟ يعني بمعنى الله الذي سخرها لتحمل الناس والأغراض الله نو يسكمتات الله نو أوروبلان سرتو لن ياتكم بلو يسكمتو الله نو بمعنى أن تسخيرها فوق السماء لنفعنا نحن لكن الطيور وفوشقن لو طارت فوق السماء يعني متوشي وفوش بسماء ينسففوا بهدو نحن لا نستفيد من طيرانها بما انسففات شو من دنو ترقوم من دنو تقمي من ناقنيو من تقمي اللوم كأوروبلان قلنا التكمالين لذلك نقول الله أخبرنا بالطائرات الحديثة قبل 1400 سنة كشي أردت متو أمت بفيت بسماء مهدو ببرت السرو براري وش قالوا ببال ما نمسوا سلم ما يقباكشو طير بلو سيمو طير بسماي مهد طير بلو يعني انتن سيمو ما يتنو الله هسك أمتو ما يتنو طيب كذا قطنا ودليل عن هنو انجدي إزارية مرتن دالكواتشو بتام أمرو يميه السران أمرو يميك أسك أسنقرنو والله سبحانه وتعالى بقرآن كشي يميه الآية كشي يميبلت آية اللي
ጭንቅላታችሁን አሰሩ ሰማይና መሬት በደንብ ተመልከቱ የነን ትልቅነት እንድታውቁ ይላል እሺ ወደ ሌላ ሄደጅ ነው አርክሜደስ ታቃላችሁ አርክሜደስ ምን የፈለሰፈ ነው ወንድሞች ስለ መሬት ያጠና ስለ ብዙ ነገር ያጠና ነው ምን አላሉ አንድ ቀን ተመልከቱ እንግዲህ ምን አለ አርክሜደስ ሰኡሐሪኩል አርድ አለ መሬት እኔ ራሴ ትልቅ በትር ወይም ትልቅ መሳሪያ አርጌ መሬት ላንቀሳቀሳ ነኝ አለ መሬትዋ እኔ ራሴ በፈለኩት ቦታ ላንቀሳቀሳ እንደኳስ ላንቀሳቀሳት ነኝ መሬት አለ تمام ይሄን ለማድረግ ያጠና ሆነው ብሎ ተናገረ አርክሜደስ ምሎ قالوا علماءቹ መልሱ አሉ طيب ولكن عليه قتلنا ولكن الله يحرك الارض في كل ثانيه 30 كيلو متر سبحان الله العظيم ارشيمدس قالوا عند سنتيمتر انكون لمقسقسوا موف لمارق ارضو من يسفلغوال عند ك 210 كتريليون بلاي نو قومته بتر يسفلغوال يهم بتر لمسفلغوال الله جن يهون هول تونا within 1 second تقلعچو تمرچو علي نجر every 1 second 30 كيلو متر تنقسقسالچ مريت تزورالچ አይደለ እና ዙር ስትዞራሉ በየ second 30 كيلو متر ትጓዛለች يعني በደቂቃ يعني በ60 ብዛውና 900000 كيلو متر ትጓዛለች በደቂቃ ሰውየው ደሞ እኔም አንቀሳቅሳታለሁ አለና ይሄን አመት የሚያህል በትር ያስፈልጋል አሉት ተግባባን ወንድሞች እሺ ثم اسمعوا في قوله تعالى سوره الذاريات تملكت سوره الذاريات والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا نعم انزيه مندنو قالوا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا سوره الذاريات كونوا انزيه لتالو علماءچو الماء المتراكم بالاف الاطنان في الهواء بود السماء تملكتنا ازاي متتايوت دمنا يا دمنا ويتشكموا وها قالوا بس سنت شي طن يمحل نوالو جن دمناو يتشكموال ولو جمع من في الارض بمريت يالو 7 بليون سوج لمشكم بمكرو للشكموا تايتشلو لكن بهواه دمناو تشكموال ويم دمو الله سبحانه وتعالى وهو بهواه انطلطلو سوجو امطتن كمريت انستاچو ود لاي وسدوت بيبالجن يعني 7 بليون حزب مطو بالشكمو كمرت لي انا استا يتشلم يا كبدت عليه ولو جمع من في الارض من الناس حاولوا ان يحملوها ما استطاعوا تمام كذا قتلنا والسفن انما مركبوش دمو عليه تحمل الاف من الاطنان تجري بيسر يمارتنا فالجاريات يسرا يعني مركبوش سيغوازو بقلالو بنتنو يهدالو معنو سنت طنوش نو يتشكمو يه يا الله قدره نو عليه طيب كذا يقتلنا يهن فيزيشن من يلال الذره مندنو بامرنيا تنشو نغر بزي بمريت لا بمريتاچن بسماي بمريت يالو تنشو ذره يبالال ولذلك يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلا الله سبحانه وتعالى باروتشن يذرى نقر كوان بتهون أي زلم مالي ذرة بأين يما تتاي يعني أوبجكت كفلنج مسراجنج أدلم هنا علماء اهون يالو ساينتستس يچن اي وسدونا مرمروات منالو
لو ذهبت إلى بائع خضروات vegetables يمشت نجار يمشت سو هدا يعني عند كيلو ويمهلت كيلو سلات أسد أين بتلو هلت كيلو يسات هنا 100 غرام أقدولو بيساته بزو مشكلة دلم هلت كيلو هلت شنو كهلت شي غرام يعني 100 ويم 50 غرام بيقنس أنت ما تناقرم اسكزام درس أتكرات تايوم لك هذا لهم دموج أبو أنيس وده فيجيتابل سوق هيدنا هلت كيلو ويم 3 كيلو سلات أستنجي روال سيمازن 3 كيلو يعني 50 غرام ويم 100 غرام كره أبو أنيس ناقرال أين ناقرم اسكزام درس تشلانو ميلو مكرياتهم من دنو يعني كتلا كتلو لكن ورك يمشت سو هيدانتي ወደ ወርቅ የሚሸጠው ሰው ከሄድክ 50 ግራም ቀንሶ ከሰጠህ ወይ 100 ግራም ቀንሶ ከሰጠህ ጥፊ ነው የምትሰጠው በወርቅ 50 ግራም ብዙ ነው በቬጅቴብል ግን 50 ግራም ምንም አይደለም ተግባባን እስከዚህ ምን አሉ ولكن بعضنا لبعض ما ندقق في ظلم الغرامات ان الله سبحانه وتعالى لانه كبير 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 لا يظلم مثقال ذره እኔ እናንተ እኔ በዘልመህ ያኒ እስከዛም ድረስ አይደለም ሊነካህ ይችላል ላይነካህ ይችላል እንትኑ ግን አላህ መዝለሙ ግን ዘራ በተህልም ቢዘልም ከትልቅነቱና ከኢላሁነቱ ነውር ነው ይሄ ነገር ለአላህ ነውር ነውር ነው እኔ ግን ለአቡ አኒስ ዘራ ከዘለምኩት እንደም ዞር ብለ ማያትም ዘራ መጀመሪያ አትታይም ሁለተኛ ነገር እያንዳንዳችን አሁን ስንት ዘራት ነው የምንዘልመው ግን ብዙ ችግር እንትን የለም ላኪን عند الله ትልቅ ስለሆነ ኢላህ ስለሆነ የሚያስፈልገው ነገር የለለም ሆኑን ከሰው ስለማይፈልግ ዘራ የምትተህል ዘልም ለሱ በጣም ትልቅ ነው አሉ ወንድሞች ገባችሁ አነጋገሬ ወዘራ يستحيل ان ترى بمجرد عين ዘራ በአይና ተታይም لكن ይሄን የምትተህልም አላህ እንዲዘልም ፍቃደኛ አይደለም يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل إلى آية من عليه وما يعمل من الصالح ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نقيرا فتيلة ولا يظلم مثقال ذرة أهون يازلني واندموش سنت نقر هنو ذرة فتيلة نقيرة بلفو بسورة النساء سنمار نقير من بلنال بدرو مفسرو تشو أفساسر نقير مالت يتمر كدادانوالو تمر فريع الله للم فريو اوطاونا ازا فرج يميمسلو قراداتن عند لاين الله አይደለም እሱ ነው ነቂራሉ ፈቲል ደሞ እዛ ሚገኙ አንድ ክር አለ በአይን ብዙ የማይታይ በጣም ስስ የሆነ ክር አለ እሺ እሱ ነው አሉ ምክንያቱም አሁን ዘራ መራብ ሊሉ አይችሉም በዛ ጊዜ አሁን ግን ፊዚሽንስና እነዚህ ምሁራን አካላት ሳይንቲስትስ ምን አሉ ላ አሉ ዘራ ትንሹ ፍጥረት ነው አለ كنغا هنا احد الفيزيائيين من عليه الذره هو اصغر شيء في الكون بزي مريت بسماي بمريت تنشو نغر ذره نو ذره من يبالال بانجليش وبامرنيا ذره ذره تاقالاچو استيامطو بانجليزنيا بامرنيا بتغرنيا اتومس اكزاكتلي ان انا مريت بمولو بمريت ያለ ነገር በአቶምስ የተሰራ ነው አቶም the smallest ፍጥረት ነው አሉ لكن አቶም ራሱ አለ ان ونتي هو ساينس ትምርት ነው يقول هناك بروتونز አቶም ራሱ በፕሮቶንስ የተሰራ ነው አለ ፕሮቶን አለ ከአቶም
በሺ ግዚ እጥፍ ያንሳል አለ። ከነጋላችሁ ያ ነው ነቂር የሚባለው አለ። ወልፈቲል هو جزء البروتون بروتون راسه بشي غزي كاتوم يانسال بشي غزي كبروتون يانسال يا نو فتيل يميبالو عليه سبحان الله العظيم. يقول هذا العالم انغدي الله سبحانه وتعالى ذران يميحل ايزل مم سيل ارى كذابتاچم كذابتاچم بروتون يميبالالي ከዛበታችም ያኒ ከሱ ያንስ የሚያስ ደሞ ነቂር የሚባል አለ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘራም ያህል አይዘልምም ነቂር የሚያህልም አይዘልምም ፈቲል የሚባለውን አይዘልምም። ያኒ ምን ማለት ነው? the smallest እንኳን በአይን በማይክሮስኮፕ እንኳን የማይታይ ነቂር ፈቲል ወይም ፕሮቶንስ አቶምስ ፕሮቶንስ ሞለኪውል ምናምን የሚባሉ የዛን ያህል እንኳ الله سبحانه وتعالى أيزل من مارتنا عليه. طيب بل إلى ودليل أن هيدنا يقول هذا العالم راسه فيزيشان عند سورياوي فيزيشان له دكتوري ديجري بفيزيكس له من إلال نحن في الأرض بمريت لا عدل لم يعلنوا إلال تمنى الله شيء نقر إنيا بوست مريتنا يعلنوا بمريت لا عدل لم يعلنوا ምን ትላላችሁ ወንድሞች? እኛ ያለነው በውስጥ መሬት ነው እንጂ በመሬት ላይ አይደለም ያለነው። ኦቨር አርድ አይደለም ኦቨር አርት አይደለም ያለነው ኢን ዘ አርት ነው ያለነው ይላል። ምን ትላላችሁ ወንድሞች? እስቲ ኮሜንት ስጡት። we are on the earth no we are in the earth not on the earth ግን ስናየው እኛ በላይ ነው ያለነው ውስጥ አይደለንም። عجيب نو ما شاء الله عجيب نو ابو انيس عجيب نو حقيقه اني من دانتن عجيب نو ملو كذا قتلوا من عليه ما سرجا كفلغاچو عليه الجو الذي يحيط الارض نا تمام مريت يميبالو كو مريتو سوليدو ادلم عليه مريت سيبال الجو الذي يحيط الارض والذي لا نراه لكنه ثبت على وجوده بالعلم الحديث هون بمطاو ساينس مريت وراسوا مريت لمبال ياو افرونا دنگايونا اسون يشفنه كفر اللالي هو جزء من الارض لمن وهو يتحرك تحرك الارض لك يا مريت انقسقاسه يمنقسقس مريتين يشفني عند انتن اللالي عند فترة اللي بعين يمي التاينقر يمي التكافري بلتال ما أدري بمارنيا سمال له بمارنيا الجو الغطائي لتال بعربينيا الغطاء الأرضي لتال مريتين يشفني نقر كبابي اير ممكن كبابي اير فلقا تشنبلوت ان الجو الغطائي او الغطاء الارضي مثل بارابينيا مريتون يشفني عند غطاء اللي قالوا سلازي من عليه الجو الذي يحيط الارض والذي لا نراه ان يبقى عيناتنا ان يوم ولكنه ثبت على وجود على وجوده بالعلم الحديث اهم بمتاو ساينس متو بمتو يترغاغطلت هو جزء من الارض يمريتو عند كفل نو ليش هو لا يتحرك الا بتحرك الارض مريت كتنكساكسج بتشان وسو يمكساكسوا له ولو كان الغطاء الجوي يتحرك مفصلا او منفصلا راسه يا شفانو براسه يراسو انكسكاس بينورو نورو يا مريت نجر اي يعني ايستكاكل منبر لو وجد خللا كبيرا في الارض بل والطيران النزاء اوروبلانوتشم ሊበሩ አይችሉም ነበር። የሚበሩ በዛ በፎርሙላው ነው የሚበሩ። ምንድነው ፎርሙላ? ፎርሙላው መሬት ሲባል ያ ሶሊዱ እንትኑ አፈሩና እንትኑ ድንጋዩና እሱን የሸፈነ ቂጣ እንደ ብርድ ልብስ የሸፈነው እሱ ጭምር ነው መሬት የሚባለው አለ። ምክንያቱም ሁለቱም በአንድ ነው የሚቀሳቀሱ እና ሽፋኑ ለብቻው ቢንቀሳቀስ ኖሮ
መሬቱ አለ ብቻ ምንቀሳቀስ ነው አውሮፕላን 1 ሴንቲሜትር ለመጓዝ አትችልም ስለዚህ ራሱ አውሮፕላናችሁና እነዛ የአውሮፕላን ነዲዎች ሆኑ ፓይለትስ በዛ ነው የሚሄዱ የመሬት ሽፋን እና መሬቷ በአንድ አይነት እንቅስቃሴ ስለሚንቀሳቀሱ ነው አውሮፕላን ለመስራት ያስቻላቸው አለ ይገባችኋል ወንድሞች ይህ ነው እንግዲህ ጊዜ የሚፈስረው የቁርአን ነገር ይህ ነው እሺ ወደ ሌላ ልውሰዳችሁ الفقهاء يقولون ان امر الله بين الكاف والنون ታቃላችሁ يا الله ነገርኮ بين الكاف والنون والنون ነው አለ አይደለም ደ አቡ አኒስ እንዴ يا الله ነገርኮ بين الكاف والنون ነው ይላሉ ሰምታችሁ ታቃላችሁ يعني كون فيكون ማለት ነው አው بين الكاف والنون لكن ساينتستوش ይላሉ لا አሉ يا الله ነገر بين الكاف والنون አይደለም بل هو اسرع من ذلك قال بين الكاف والنون اسرع من ذلك قال نعم يقول لان النون النون لا كن كن فيكون ادلم طيب يقول تملكه انجدي الفقهاء يقولون ان امر الله بين الكاف والنون لكن علم الفيزياء كشف ان الامر اسرع من ذلك وقالوا ان نطق الكاف كاف بيتشا عليه كاف كون سيهون كاف بيتشا كاف لما لت عليه وان سكند يسفل لقال كاف عند سكند توسد عليه عدلم عند مينيت عدلم كاف لما لت وان سكند يسفل لقال عليه ولكن ضوء الشمس قطع في الثانية 300,000 كيلومتر بزاك كاف لما لت يموسد له قزي يصحي برهان ودمريت سيمتا በአንድ ሰከንድ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር ቆርጦ ሄዷል اذا كن فيكون በጣም እንትን ረጂም ነው ከዛ በታች ነው አለ በርዱ አልገባችሁም አይደለም እሺ 1 ሰከንድ ካፍ ለማለት 1 ሰከንድ ያስፈልጋል كن ለማለት فيكون ስለዚህ በኩንና فيكون ነው የአላህ አመር በጣም سريع ነው በጣም እንትን ነው ስፒድ ያለው ነው ለማለታቸው እንደዚህ ያሉ ላኪን ላአለ ፊዚያኡ እነዚህ ፊዚሽያንስ ላአለ ከዛ የሚበልጥ ስፒድ አለው የአላህ ጉዳይ አለው ምንድነው ካፍ ለማለት 1 ሰከንድ የሚወስድ ከሆነ የፀሐይ ብርሃን ከፀሐይ ወደ መሬት ሲጓዝ በአንድ ሰከንድ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር እየተጓዘ ነው የሚሄደውና يا الله قداي بكاف ونون عدلم كذا بلاي نوالي كذا بلاي انتن فتنة هلو إلان كذا بهلا امقر ما تشو وندموش اهون لتدانا قطنو سلا وهاب نقرات شو ساينتست اسمنا لو ثبت علميا ان الماء اذا مر بالانابيب يفقد حيويته ونحن نشرب ماء ميتا اسدنا قطم هنا غير وهاله ببرت السرى بوامبوا توبو بذا سيالفاله الله يفطر له حيويه الله يفطر له قوهنا حياه ياللو نغر بوها بتوبو بمهدو 80% يغدلال عليه سلازي ماء ميت يهنال ندغملاچو ثبت علميا ان الماء اذا مر بالانابيب وها ببرت السرطبو بذا كالف عليه يفقد حيويته يعني تفطروا قواو الله يسطاو انتنو فائده يطفال عليه ببرت بتشا بمالفو يطفال عليه ونحن نشرب ماء ميتا لذلك منتطاو يموت وها نو يلال من ما رجع لبنا العالمو عملوا تجربة تحليلية بزو لابراتوري اكسبيرمنت تدرقوا عليه مجرشا ساينتستس ياوكوت نقر عليه وضعوا الماء في الفخار فرجع 80% من حيويته انا وهو بقانا درقوت بشكاية سرى قان عترون الوالم بتقرنيا وهو بعترون سيهون وين بقان سيهون 80% حيلنا فطرته تملس عليه اذا الانسان اذا شرب
من ماء من 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 ماء الفخار انا ما هنا لالي اهون هلاچن ወደ የውሃውን ጥቅም ለማግኘት ከፈለግናለ በጋን የተሰራ እንትሩ በጭቃ የተሰራው ጋን ከዛ ስጠጣ ነው የእንትኑ ሀያት የምታገኘው የውሃ እንደዚህ አላለም الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي እንግዲህ እንትኑ የውሃውን ህይወት ለማግኘት ከተፈለገ በቧንቧ ያለፈ የተላለፈ ውሃ አጠጣ طيب ምን ልጠጣ ከሰማይ ወርዶ ወይም ካንድ ቦታ አንጥተው ውሃው በጋን ስታረገው ነው እኔ ይገርመኛል سبحان الله الا ጫውታችሁ በአገራችን ሁላችሁም በገጠር ያላችሁ ወላ በከተማ ያላችሁ በቤታችን ጋር አልነበረም በቤቶቻችሁ ከምን ቧንቧ ከመምጣቱ በፊት ወላ ቧንቧ ከመምጣቱ በኋላ በቤቶቻችን ጋር አልነበረ ወይ እኔ ከተማ ነው የኖርኩት የተወለድኩት መንደፈራ ሁሉም ያቃል መንደፈራ ከተማ ነው ገጠር አይደለም ከተማ ነው እና ተወልጄ ያደኩበት መንደፈራ የሚባለው ነው በቤታችን እመኑኝ እነቴ ነው ከ35 አመት በላይ ያደረገችው ጋን ነበረች እናቴ 12 ወለደች እኔ መጨረሻ ነኝ ከ12 የወለደችው እናቴ 12 እኔ ህሳስ ልደ ይባላል በትግርኛ ህሳስ ልደ ያኒ የመጨረሻ ማህፀኗን ጥርግር ጋርገ የወጣሁት እኔ ነኝ መጨረሻ ከዛው ኋላ የማህፀኗ በር ተዘጋ ማለት ነው እሺ ታናሹ እኔ ሆይ والله አንድ ጋን ነበር ዛ ውሃ ስንጠጣበት ተላጃ የለውም ፍሪዝ የለውም ፍሪዮን የለውም ላኪን ስትጠጣው ከትከትከትከት በቃ ቀዝቃዛ እኮ ነው والله بوجه اساتي قاتل انتنو انتنو موقتو يا كغانو سناوطاو كن قزقزاو حتطال يي يلهنيال وندمي تالاقي وندمي 35 امت كتغزا يهنغان كلاتشن يتولدنو بمولو كزي غان يتطان ادغن معناتنو ليلى دومو ميغرم نغرالاي 12 تاچن باند بيت نو يتولدن ودن يعني 35 4 عامات وسدوال انقدي اهون يتغرزنو بمولو ازاغان تاچاله يولاش بهلو كوينو تادلاق وندمي قرطوتنا غرزوت ياتشي قودا ازاغان تاچ بسر بسرو يقمطال اندغنا سيت تولدتشنا قرط ارغو دومو يسوا دومو بزاغان تاچ اسقمطوت አው ሱዳን ልክ ነው ሱዳን አሁን ሱዳን በየጓዳናው በየሻርዑ ጋን አለ ውሃ የሞላ ከዛ ነው የሚጠጣ ሰው ግን የሚገርመኝ እስካሁን ድረስ ምስጢሩ ያላወቁት ምንድነው ሁላችን የተገረዝንበት የተቆረጠው ቆዳ በዛ ጋኑ ስር የሚያስቀምጡት ህክማው ምንድነው እስካሁን ድረስ አላወቁም እንግዲህ 12 ልጆች ተወልዶ የ12ቱ የተቆረጠው የብልትን ግርዝንተን እዛ ተቀምጧል እሺ ወደ ትምርታችን መለስና በጋን ያለ ውሃ የጠጣ ጤናማና يعني በሙሉ الله ፈጠረለት قوة የያዘ ነው አለ ሳይንቲስቱ ማለት ነው እሺ اذا አሁን ወደ ሌላ ልውሰዳችሁ ደሞ ይሄ ደሞ በጣም የሚደንቅ ነው الله سبحانه وتعالى ምን አለ لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانا يسولج لمن دنو تلقنتين ما يقال الى الله انيكو يعني سماينا مريت يفطركو يسولج يفطركو جيتا كونني عليه لمثال عليه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه عند سو موتو يوم القيامه كافر انستن اندنبروا سويو اندنبروا እንዲያውም ሰውነቱ ተበጣጥሶ ትራይቶ ሊሆን ይችላል ጅብ በላው እግሩ ወደ ቻይና አለ እጁ ጎርፉ ወስደዋል ራሱ ምናምን እንደዚህ አፈር በልቶታል ወደ አፈር ተቀየረ የውመል ቂያማ ግን ቆም ሲል አላህ ስብሐ ወተዓላ ሁሉ ሰው ይቆማል አለ ሲቆም አለ እንደነበረው ልክ እንኳን የጣቱ ስታምፕ የጣቱ አሰርም
اندلنا من نسالة ألا نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا بنانا مالت أتاتشن مالتنا أتاتشن يمن فرمبت كب 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 كيالو السم لك عندما فيت عند تفتروا يملسال عليه عندما يملسال بنبربت بوتا يملسال علماء منالو ساينتس أهون علماء سلاهون انجري يدين علماء مالت هذا اللي بأهون يزاريت مرتاتشن ساينتستس مالت ينو نا دكتوروش منالو بزو لابراتوري اكسبرمنت ادرغن قالو سلطاتو كونو يسوطات بزو انتن تحليلات ادرغن قالو ولم يجدوا شخصين بصمتهما يتطابقان بزو مليون ميهونو سوتش بزو شي ميقطرو سوتش تفتنو يهولت سوتش يمساسل يستامب يم فينجر ستامب አልተገኘ ማለት ልድገመው ምክንያቱም ሌላ ነገር ሊናገር ነው ሰውየው ምናሉ ሁለት ሰው እንኳን አላገኘንም የፊንገር ስታምፖ ስታምፓቸው የሚመሳሰል አለ وقال الاطباء ان احتمال تطابق بصمتين لشخصين هناك لمساله ابو انسنا اني ياو اورات احتاجين ያሉ ክብ 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 ነገሮች የሁለታችን የተለያዩ ናቸው ይላል ምናልባት ትንሽ እንኳን ይመስላል ቢባል አለ يقول وقال الاطباء ان احتمال يعني منذ نوع احتمال تطابق بصمتين يعني ያለው እድል ማለት ነው ያለው እድል ምናልባት 1% ሊሆን ይችላል ይባል እንደዚህ እንላለን አይደለም 1% ብቻ ነው የሚመሳሰሉ ይባላል ወይም 1 over 1000% ነው የሚመሳሰሉ ትንሽ ማለት ነው ላኪን ዑለማዎች ምናሉ የሁለት ሰዎች ጣት አይመሳሰሉ ማለት ከነጨረሱ የሚመሳሰሉበት percentile አለ يقول 1 over 60 67000 billion ነው አለ እንዴት ተጻፈላችሁ? ያኒ ይገርማልኩ የዑለማዎቻችን ነገር ቢሆን እብዶች እንላቸው ነበር ግን የሳይንቲስቶች ነው ተመልከቱ 1 over 67 billion ሚሊዮን አይደለም billion ነው እስቲ billion እንዴት ነው የሚጻፈው 3 እንደገና 3 እንደገና 3 ይሄ ነው billion ተመልከቱ 1 over 67 billion ያለው እድል ይሄ ነው አለ በቃ ይሄን እንደዚህ ነው የሁለት ሰዎች የጣት እንትኑ ስታምፕ ይመሳሰላል ለማለት ያለው እድል 1 over 67 billion ነው ያለው አለ ይሄ ደግሞ አለ هو 67 billion يعني اكثر من سكان الارض ب 12 درجه يعلم حزب سبع 12 ጊዜ ስታባዛው ዓለም ህዝብ ይሄን ያህል ነው እድል ያለው አለ 1 over 67 billion እድል يعني የለም አይመሳሰሉ ማለት ነው ጨርሶ የሁለት ሰው ጣት አይመሳሰሉ ይላል ወደረን አሉ ሰዳቹ ባለፈው 5-6 አመት ነው ከሳውዲዎች ለመጀመሪያ ከሳውዲዎች حج ያደረኩ እንግዲህ የኛ حج መጅልሳችን በየአመቱ 300 ይጀ ነው የሚሄደው ወደ ሐጅ ባለፈው 5 አመት ግን የኔ ልጅ ቁርአን ስለخدمች የኔ ልጅ ቁርአን ስለخدمች يعني ቁርአን حفظ በአምስት ሪዋያ يعني ቁርአን ስለخدمች መንግስቱ ምን አደረገ ቁርአን የختمው ሴቶች በነጻ በእንትኑ በመንግስቱ ውጭ ሐጅ እንዲያደርጉ አለ حج የሚያደርጉ ደሞ ልጅቷና ማህረሟ ማህረሟ እኔ ነኝ ባትዋስለሆንኩ ለኔ እና ለልጄ حج አርገስ ከመጣ ድረስ አውሮፕላኑ የሆቴሉ የምግቡ የምኑ 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 እስከ 10000 ሪያል እስከ 7000 ሪያል 8000 እስከ 10000 ነው የሚፈጀው እና ለኔና ለሷ 15000 ብር ከፍለው حج ለማድረግ ወሰዱን ሳውዲዎች ነበሩ ሴቶች ቁርአን ختمو كحبشا دمو يني نبرج لج
ቁርአን ከተመች ስነሄድ እንግዲህ ሰውዶች محرم ሆኖ ለልጆቻቸው ይሄዱ እኛም ከነሱ ጋር እንሄዳለን አሁን ደእድል ሆኖ ከኔ ተቀመጠው አንድ ሳውዲ በዱ ነው የሚመስለው በዱ ታቀላችሁ ዝም ብሎ ፋራ ማለት ነው ስታዩ ዝም ብሎ ፋራ ነው የሚመስለው እኔ ደግሞ እስከዛ ድረስ ሚዛን አልሰጠሁትምና እንሄዳለን ትንሽ ከሄድን በኋላ በባስ ነው ምን ሄደው ተዋወቀን ማለት ነው እኔ ከኢትዮጵያ ነኝ አንተ ደግሞ ሳውዲ ነህ ምናምን እንደዚህ ለካ ሰው የው ምን ወጣት አቃላችሁ ዶክትሬት ዲግሪ ፊ ቁንቡላ ዘርያ ቦምብ አቶሚክ ቦምብ ዘራ ዶክትሬት ዲግሪ ያለው ነው ስለ ጣፈር ስለ ቦምብ አቶሚክ ያጠና ሰውና ዶክትሬት ዲግሪ ያለው ነው እንደዚህ ተመለከትኩትና ምንድነው አንተ አልኩት እኔ አሁን ዶክተር ነኝ በምን ዩኒቨርሲቲ በመልክ አብዱል አዚዝ ዩኒቨርሲቲ ማስተምር ነኝ በምንድነው ዶክተርነት ስለው በቦምብ አቶሚክና በጠፈር በዚህ በጠፈራችንና በቦምብ አቶሚክ ሳይንቲስት ነኝ አለኝ አረ ቀይር ላ እንደዚህ ነኝ እኔ ካርቱ አሳየኝና ገረመኝ ምን አደረኩ እኔ ባሱ አውሮ እንትላለው ማይክ አለው ትልቅ በደንብ ነው የሚሰማው ማይኩን ሳብ አደረኩና ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا رجل ما شاء الله كان يقال عند سو ستايو يما يمثل دكتور في قنبله ذريه ودكتور بتفر يتفر نجر ياتنا دكتور قال لك نيغا نا استي نتواوقو بي استواوقتنا استي نغرنا له منجدو 10 ساعه يمسد منجد نو كرياض اسك مكه ከዛው ኋላ ከፈለክም በአውሮፕላን ተይዳለ ከፈለክም እንትን እና سنመጣ በአውሮፕላን መጣን سنሄድ ደሞ በባሰይድ ማለት ነው አሁን እስቲ ንገረ ምንድነው ተአምር ያለው በዚህ በመሪየቱ እና በስፌሩ በመኑ ምን ተአምር አለ ብለ سنጠይቀው ያኺ በእውነት አሁን ላስታውሰው አልችልም አደነዘዘን እኮ ሰውነታችን እስከሚደነዝዝ ነው ተናገረው አንድ ብቻ አሁን የዛሬ ደርሳችን ከሱ ጋር የሚሄደው ነገር ምን አለ የፀሐይ ጨረር አለ ስንት ሚሊየን ኪሎ ሜትር ኦር ማይልስ ከፀሐይ ወደ እንትኑ ወደ መሬት የሚመጣ በዚህ አይነት ነው አለ የፀሐይ ሙቀት አለ ጨረሯ ሙቀቱ ይሄን ያህል ሚሊየን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አለ አው ፋረንሃይት ይሄን ያህል ሚሊየን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ሙቀቱ አለ ወላኪን ወደ መሬት የሚመጣው it is 8 only ali 8 bas ايش 8 الله لسو لجنا لاسسامي هون تمطاطان يهونو موقت ود مريت يودقال ليلوس ليلاس سنلو فلتر يميادرج كمريت بلا عند فلتر يميادرج فطرت الله علي السو كليله فطر يعني فلتر يميادرج نجر كليله علي የፀሐይ ጨረራው በመሬት ላይ ገና ከመውደቁ በፊት መሬቷ ማሙታ ትጠፋለች አለ ትማማለች መሬት እኮ ነው መሬት ይማማል አው የፀሐይ ሙቀቱ ራሱ ብረት ያማማል አይደለም እንደ እሳት ዲግሩ ከፍ ካለ የፀሐይ ሙቀቱ ራሱ መሬቷ within 1 minute አሟሙቶ ወደ ውሃ ነው የሚቀይራት አለ ግን እሱ አይመጣም ፊልተር የሚያደርገው ከመሬት በላይ አለና ያን ጨረራው ወይ ሙቀቱ መጥቶ እዛ ሲደርስ ልክ ለሰው ልጅ የሚስማማ ብቻ ለክቶ አላህ ወደኛ ያስመጣዋል አለ ሌላ ይመለሳል አጂብ قلت له والله ሌላም ብዙ ነገርን በዛን ይሄድን በማይክሮፎን قالوا አሁን ወደ ሌላ ልወሰዳችሁ ወደ ሰውነታችን ከተመለስን ወንዶች እስቲ ልክ ነው በሉኝ ልክ ነው ደሞ አንተ ልትቀረው አችልም በዚህ በብልትህ ስር በዛ ስር አሉ ወይም በዛ በላይ ነው በጎን በቀኝ ጎን ነው በግራ እንትን ሁለት ቫልቭ አሉ አሉ አሁን ዶክተር ነው የነገረኝ ሁለት ቫልቭ በዚህ በትሩ በብልትህ አከባቢ አንድ ሁለት ቫልቭ አሉ ቫልቭ ያኒ አንድ ነገር ሲመጣበት ይከፈታል ያ ነገር ሲወጣ ይዘጋል ቫልቭ ማለት አላለም ዶር አውቶማቲክ ዶር እንደዚህ ገራ ሳት እንትን ገፋስ ትለው ይከፈታል
ከዛ ራሱ ይዘጋል አሁን በዚህ በብለታችን ስር ሁለት ቫልቭ አለ አንዱ ቫልቭ ሽንት ብቻ የሚያስወጣ ነው አለ ሁለተኛው ቫልቭ ስፐርም ብቻ የሚያወጣ ነው አለ it's very impossible አለ ሽንትና ስፐርም አንድ ጋር እንዲወጡ አይችሉም አለ አላሁ አክበር ለምን ምክንያቱም ሽንትና ስፐርሙ ባንድ ላይ ከወጣ ከተደባለቀ ሴቲዋን ይጎዳል የስቷን ወደ ሴቲዋ ብልት ሲገባ በጣም ይጎዳታል ኢንፌክሽን አለው ማይክሮብስ አለው ምን አለ ብዙ ነገር ይጨማለቃል ስለዚህ አለ አንተ ለምሳሌ የሰጋኝነት ስታደርግ ስፐርሙ ሲመጣ የሽንቱ ስሜት ይጠፋል ሽንቱ ሲፈስ ደግሞ የስፐርሙ ስሜት ይጠፋል ለጊዜው እስከሚወጣ ምክንያቱም ቫልቭ የተለያየ ናቸው አለ ስለዚህ የሽንት ቱቦ ሌላ ነው የስፐርም ቱቦ ሌላ ነው ሁለቱም ሲሄዱ በየበራቸው ጠብቆ ይወጣሉ فقلت سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك مليون مره سبحانك طيب ليلى دومو عنده دكتور سوداني عند كان رات غبزكوتنا من الكوت يا اخي استي السو دكتور بتش ادلم يو دكتوروش دكتور نو انديت يا دكتوروش دكتور سوداني نو باند هوسبيتال نو ميسرا በዛ 23 እንትን አሉ 23 ዶክተሮች አሉ ጥዋት ስራ ከመጀመራቸው በፊት half an hour lecture አለ lecture የሚሰጠው እሱ ነው ይሄ ዶክተር ነው lecture ይሰጣቸው መምሪያ ይሰጣቸዋልና ከዛ እያንዳንዱ ሰው ወደ ፋካልቲ ይሄዳል ይህ ሰውየው ጎረቤታችን ነው በአንድ መስጊድ እንሰግዳለን ተዋወቀና እራት ጋበዝኩት አንድ ቀን እራት የበላን ሻይ የጠጣን እስቲ ዶክተር ንገረኝ እስቲ እኔኮ ቁርአን ተፍሲር የኔ እንትን የኔ ስፔሻሊስት በቁርአን ተፍሲር ነው በጣም በዛ የተራቀቁ ሰው ነኝና ቁርአን ብዙ ምስጢር አለው እኔ ሊገባኝ የማይችል ነገር አለ የቁርአን ነገር ስለዚህ አላህ ሰው ሲፈጥር አላህ መሬትና ከዋክብት ሲፈጥር ብዙ ተአምር አለ በቁርአን እና እስቲ ንገረኝ አልኩት በሰው ምን አይነት ተአምር አለ በፍጥረታችን አልኩት አረ ሼህ አለኝ ስንት ቢል ቆጥረው አለኝ የማይቆጠር ነገር ነው ብዙ ነው አለኝ ላስቲ አንዳንድ ከነሱ ምናምን አልኩት طيب በምን ልጀምርልህ ሰውነታችን ከራስ ጸጉራችን እስከ እግራችን ጥፍር ያለው በሙሉ ተአምር ብቻ ነው አለኝ አሁን በቃ ጫን አልኩትና በቃ ሁለት ሶስት ብቻ ነገረኝ አልኩት ሁለት ነገር ነገረኝ እኔ በጣም ተገረምኩ አንዱ ምን አለኝ ሴት ስታረግዝ አለኝ አይገርማችሁም ወንድሞች አሁን የሃያ ዓመት ልጅ ታገባና በየወሩ የወር አበባ ይመጣል የወር አበባ ይመጣልና 6 5 7 ቀን ቆይቶ ይጸዳል ትታጠባለች አንድ ወር ወይም 26 25 ቀን ደሞ ነጻ ትሆናለች እንደገና የወር አበባ ይመጣል ይህ ነገር አለ አላህ ህክማ አለው የወር አበባ የሚያመጣው ግን ዛሬ ካረገዘች የወር አበባው ይቆማል በቃ ያረገዘች ሴት የወር አበባ ይቆማል የት ሄደ يقول لي ይህ ደሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማህፀንዋ ጠባይ የደሙ ባህሪያት ቀይሮ ለተረገዘው ልጅ ምግብና ምንጣፍ ያደርግለታል አለ ኬፍ አልኩ በቃ ምግብ ከዛ ይመገባል ምንጣፍ ደሞ እንደ ስፖንጅ ሆኖ ያነጥፍለታል አለ ይህ አንድ ነው አልኩት ሁለተኛ እንግዲህ ይሄ ስለ ሴት ብቻ ነው የሚነግረኝ ከዚህ የተያያዘ ደሞ አለኝ የሴት ልጅ ስታረግዝ ሁለቱ ጡቶቿ ባህሪያቸው ይቀይራሉ ምንድነው ባህሪያቸው አንዲት ልጅ 20 አመት ነች አይደል አሁን ጡቷ በትይዛት ወተት አያወጣም ካረገዘሽ ግን ወተቱ መከማቸት ይጀምራል ወተቱ ያኒ ማደግ ይጀምራል ወተቱ ቱቦው ምናምኑ ያዘጋጀ ለዘጠኝ ወር ይሄድና ወዲያውን ቆአለ አውቶማቲካሊ ልጁ ሲወጣ እነዛ ሁለት ቧንቧ ይከፈታሉ አለ ለልጁ ዝግጅ ሆኖ በቃ ልጁ ተወለደ
طوال كتولد لما تاو الزيك فوالاي كاسكمتاتشو كتا كونو ودتو توا انكبارو راسو بقى متامت اتال ماتنو مقبوي وسنال يد وتت يتنبر مچه تكماچه الله سبحانه وتعالى يميگرمو كزي بلا يميگرمو گناله عندي ست ستوچ ياقالو هي نگر لمولد 2 ساعه 3 ساعه سيقرات عليه عند وها اللي ميفسو الناس ياقالو يا وها كفسسه اهو لتولد رو تبلو امبولانس انت تو ود هوسبيتال ويم يمتسولد ست يامطولاتال ماتنو يا وها كفسسه يا وها دمو متننيا مفسس አለበት አለ زنبلا كايهات فسو 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 كتچرسه لجو بطام يقتلال انتو يغدال لجو بطام يغدال عليه طيب وهاو يمفسو مندنو الله اكبر يي وهاله عندت كرت يتالچ عندت سلچا الله يفطراتال لجتوا ستارغز ياتش سلچا ويم كرت يت ويم دمونتن بسوا ما دغ تجمرالچ ከዛ በኋላ ያረገዘች ቀኑና ወሩን እየጨመረ ሲሄድ ያቺ ስልቻ አላህ ፈጠራት ወሃት ሞላለች አለ ልጁ ለመውጣት 2 3 ሰዓት ሲቀረው ከረጢቱ ይቀደድና ይከፈትና ወሃው ይፈሳል ወሃው ለምንድን ነው የሚጠቅመው ብለን ስንጠይቀው እሱ ስተርላይዝ የሚያረግ ነው አለ ከማህፀኑ ጀምሮ ببلتوا بمولو اتتتت بارغو مايكروب ياللي جرمس ياللو استر الكول نو اتتت بارغونا لجو سيوطا تينا ما هو نو يوطال اسو كالفسسه غن علي يسيت بلت بدم بمن بمن يتدبالق اسلو هنا لجو بزا سيوطا يعني مايكروبس جرمس منا من ياطقطال እነዚህ እንዳያጠቁት መጽቢያ ይሄን ውሃ አደረገላት እኔ والله እንደዚህ ስለኝ ፈይንት ልሆን ትንሽ ነው ይቀረኝ ولكن ما اقول الا كلمه واحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ብቻ ነው ምለው እና ሴቶች ያቃሉ ይሄን ውሃ እንደሚፈስ ግን እንዴት እንደሚፈስ ከየት እንደመጣ አላማው እንደው አያቁም የሰውነታችን ተአምር ይሄ ነው አለኝ ሌላ ሰልኩት አንድ ልስተና ልጨርስ ምክንያቱም አይጨርስ ማለት ምንድነው አልኩት አንድ ሰው ከሞተ ለምንድነው የዓለም ዶክተሮች ተሰብስበው ህይወቱ ሊመልሱት የማይችሉት ምንድነው አለ የዓለም ዶክተሮች ቢሰበሰቡ አንድ ሰው ከሞተ ሩሁ ከወጣ ህይወት አልብሰው ሊመልሱት አይችሉም ለአንድ ደቂቃም ህይወት አልብሰው ሊመልሱት አይችሉም ማለት ለምን አለ برينو على برينو وانو ببرينو يالو برينو روحو كوتا له لك اند ودو هاي قير على برينو عليه يموامال خلاص روح وتا ادلم ياتشي برين بايج ما تتشبط برين لسلس بلا كم يعني كل شلش بلا قوانا حيلوان تشرسالچ برين كمالت كذا بحالا مندنو ايس كريم بلاو كفلك ودا ايس كريم يقيرال برينو ጭንቅላቱ አእምሮው ያኒ ብሬኑ እዛ ውስጥ ያለው የነርቭስ በጣም ከነርቭስ ተያይዞ ሰውነታችን የሚመራና ብዙ መልእክት የሚሰጥ እሱ ቀጣ ሩሁ ከወጣለ ወዲያውን እሱ ወደ ለስላሳ ነገር ይቀየራል ስለዚህ እንደገና ህይወት ልታለብሰው አትችልም ይህ ነው አልኩት አረ ከዚህ የሚበልጥ ነው አለ ይበላን ነው የጠጣ እንደዚህ ያወራኛል ማለት ነው طيب كذا قتلوا ودليل على وسداتكم وندموك يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم من على سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز العزيز الرحيم نزي امست ايات ناتشو بسوره الروم بنزي بلو يجمرال الف لام ميم غلبت الروم يعني الرومويان تشنفوا على الله سبحانه وتعالى يتهونون من ناغرو
በመዲና ያን ቁርአኑ በመዲና ነው የወረደውና መዲናና ሮማውያን የት አሉ? ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ነው? እዛ ጊዜ ቴሌፎን የለ፣ ጀዋል የለ፣ ሳተላይት የለ፣ ምን የለ። ያ ቀን ሮማውያን የተሸነፉበት ቀን ፉርስ ነው ያሸነፏቸው ፋርሳውያን። ፋርሳውያን ምንድናቸው? ለእሳት ለምን ለፀሐይ ምናምን የሚገዙ ናቸው። ሮማውያን ግን ክርስቲያን ናቸው፣ እንጂል ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና ያ ቀን አላህ ነገራቸው ያ ሙሐመድ ነዓም አሊፍ ላም ሚም ጉሊበት ሩም፣ ሮማውያን ተሸነፉ። የተሸነፉበት ደሞ ቦታ ፊ አድነል አርድ ወሁም ሚን ባዕድ ገለብህም ሰየግሊቡን። አሁን ተሸንፏል ሮማውያን፣ ለፋርሳውያን ሮማውያንን አሸነፉ። ላኪን በዘጠኝ ዓመት ወይም በስምንት ወይም በሰባት ዓመት ከአስር ዓመት በታች ያለው እድሜ እንደገና ሮማውያን ፋርሳውያንን ያሸንፋሉ። ፊ ብድዕ ስኒን፣ ብድዕ ማለት ከአንድ እስከ አስር ማለት ነው። ፊ ብድዕ ስኒን ሊላህ ልአምሩ ሚን ቀብሉ ወሚን ባዕዱ ወየውመኢዝን የፍርሑ ልሙእሚኒን። በዛ ጊዜ እነዛ ሮማውያን ፋርሳውያንን ሲያሸንፉ ሙስሊሞቹ በጣም ይደሰታሉ። ቢነስሪላህ የንስሩ መን የሻእ ሁወል ዐዚዙል ሐኪም። ምን አሉ ዑለማዎቹ? ቃሉ ማዕና አድነ ልአርድ አሊፍ ላም ሚም ጉሊበት ሩም ፊ አድነ ልአርድ። አድነ ልአርድ ማለት አሉ ያዕኒ አዕመቅ አው አቅረብ። አድና ማለት ቅርብ የሆነው ወይም ደግሞ ዝቅ ያለ ወደ መሬቱ የሰጠመ ማለት ነው። እና አላህ እንዳለው አለ ጦርነቱ የተገኘው የተከሰተው በዛ አድነል አርድ የተባለው ቦታ ነው። እዛ ጊዜ በሰሓባ ጊዜ ዝቅተኛው መሬት ሊያውቁ አይችሉም። አሁን ነው የታወቀው። አሁን ሳይንቲስትስ እና አርኪኦሎጂስት እንደዚህ አወቁና ዝቅተኛው ቦታ ያ በፉሩስና በሮማውያን የተገኘበት የተከሰተበት ማዕረካ እዛ ሆነ። ወቃዐት ልማዕረካ ፊ አድነል አርድ ፈዓሊመ ልዑለማ ዑለማ አልአርድ አልአን ዒልመን ላ የኽተልፍ ፊህ አልእትናን አነ አዕመቅ ቡቅዓ ዓላ ወጅህ አልአርድ ህየ ልመካን አለዚ ወቃዐት ፊህ አልማዕረካ በይነ ልፉርስ ወሩም ወህየ ፊ ልባሕር ልመይት ደድ ሲ የሚባለው አለ አይደለም? እዛ አካባቢ ነው። ወልአርድ ይህን ቦታ አለ ሂየ 400 ሜትር ታሕተ ሰጥሕ ልአርድ 400 ሜትር ከሲ ሌቨል ዝቅ ብሎ የሚገኘው ቦታ ዝቅተኛው የመሬት እንትኑ ክፍል እሱ ነው። እዛ ነው ጦርነት የተገኘው። ሰሓባ ግን ሊያውቁት አይችሉም፣ ምክንያቱም ሳይንስ አይነበረም እዛ። አሁን ግን ታወቀ። ኢዘን እውነቱ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሊፍ ላም ሚም ጉሊበት ሩም፣ ሮማውያን ዛሬ ተሸነፉ። ጠይብ ነቢያችን ምን አሳወቃቸው? በመዲና ነው ያሉ። አላህ እየነገር ነው። ጉሊበት ሩም ፊ አድነ ልአርድ፣ በዛ ዝቅተኛ ቦታ፣ ዝቅ ያለ ቦታ በዛ ተሸነፉ። ወሁም ሚን ባዕድ ገለብህም፣ አሁን ተሸነፉ እንጂ ከሰባት ስምንት ዓመት ዘጠኝ ዓመት ደግሞ ሊያሸንፉ ናቸው አለ። ፊ አድነ ልአርድ ነዓም ፊ ብድዕ ስኒን የቁሉ ልፉርስ ወሁም ዓበደት ናር ገለቡ አሩም። ልክ ነው አላህ እንዳለው ከዘጠኝ ዓመት በኋላ እነዛ ሮማውያን ፋርሳውያን አሸነፉ። ሮማውያን ሁሙ ነሳራ፣ ክርስቲያን ናቸው ሮማውያን። ወእነዚህ ሮማውያን ክርስቲያን ለእስልምና የቀረቡ ናቸው። አቅረቡ ኢለ ልእስላም። ስለዚህ እስላሞች ሊደሰቱ ነው። እስላሞች የመዲና እስላሞች ሮማውያን ፋርሳውያንን ሲያሸንፉ እስላሞች ሊደሰቱ ነው። ምክንያቱም እነዛ ክርስቲያን መጽሐፍ አላቸው እንጂን የሚባለው በየውመል ቅያማ ያምናሉ፣ በአኼራ በጀና በጀሃነም ያምናሉ። እነዛ ግን ከሃዲዎች ናቸው። አላህ መኖሩን አያውቁም። ኢላሃቸው እሳት ነው፣ ንፋስ ነው፣ ፀሐይ ነው፣ ጨረቃ ነው። በዚህ ነው የሚያምኑ። ስለዚህ ወደ ዲናችን የቀረቡ ክርስቲያን ናቸው። ልክ እንዳለው አላህ ወቀዐ ከማ ቃለ ተዓላ ሐሰለት ልማዕረካ ወሁዚመ ሩም ወሀዘመ ሩም ልፉርስ። ከዘጠኝ ዓመት በኋላ እንትን አደረገ ሮማውያን ማንን አሸነፈ? ያ ፉርስን አሸነፈ።
ذكر المفسرون تملكت الزلاي مفسروا شو منالو سبب نزول هذه الآية ين غلبة الروم يوردوا سببوا عليه روايات منها عنده منالي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت فارس ظاهرة على الروم لتوسنوا أمتات فارساويان رومويان يشنفوا نبر وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس يمكا مشركو تشدمو فارساويان اندي يشنفوا يودوا نبر لمن دينا شو عندنو تأوت أهاي من عملنو مسلمو تشدمو وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم مسلمو تشدمو كريستيانو تشو اندي يشنفوا يودوا نبر لأنهم أصحاب دين ولتم بكتاب بالله من عمل يميامنوا ناتشو لأنهم أهل الكتاب وهم أقرب إلى دينهم فقال نزلت هذه الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ملوكة قالوا إهن آية سورد مشركوا شمتنا لأبي بكر من آلوت يا أبا بكر آلوت إن صاحبك يعني محمد إن صاحبك محمد يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين رومويان كو فارساويان بس انت امت وكسنت امت ولا لي يشنفوا تشونو الى ابو بكر من عليه قال صدق نبياتين صدق قالوا قالوا هل لك ان تقامرنا ايش استي نوار ردالو ايش نوار بشي انت شيبر تكفلله استي نطبقنا رومويان فارساويان كاشنفوا يانت نبي اونتنيا نونا استي انتم غنزت كفلاله ياشنفه غنزب يوسدال قالو نراهينك مندنو بامارنيان ريحان مالت يهن كفلاله يهن كان هنا والله يهن كفلاله يا دومو من يلال يهن كان هنا دومو اني يهن كفلاله يلال بشي بر نورار دالن بتغنيا نورار دالن يلال نورارد بامارنيا من يبالال لمثال مانشستر سيتي نو ياشنفه لا مانشستر سيتي كلا شنفه እኔ 100 ሺህ ብር ከፍላለሁ ተላለ አሁን ደሞ ምን አሉ ቁረሸቹ አንተ ያንተ ነብይ መሐመድ እኮ ሮማውያን ሊያሸንፉ ነው ይላል ሰይድና አቡበከር ምን አሉ ኡነታቸው ነው አለ እሺ ኡነታቸው ከሆነ እንወራረድ እስቲ በሺ ተባለና እሺ ብለው ሺ ከፈሉ አንዱ ሺ ተሸነፈው ሊወስደው ማለት ነው وكان ذلك قبل تحريم الرهان يعني قمار من امنك حرام كمهونو بفيتنو فبايعوه على اربع قلائص جمع قلوسة وهي من الابل ان ارات جمل واربع جمل الذي بزي توارردو مالتنو الى سبع سنين اسك سبات امت رومويان انتنو فارسويان اندم ياشنفو تبلو يهن نغر اسيازو فمضت السبعة سبت أمت ألفنا رومويان فارساويان على الشنفو زنبرو فارساويان بتشافر يشنفالو ففرح المشركون نزايق مكاف مشركوك بتأمد سالاتشو الشنفن بلو ودي أبو بكر ماتو أبو بكر سبت أمت ألفوكو انديت رومويان على الشنفو بلو بما قششا يواتشونا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الزن بلو أزنو وده نبي أشنيدنو يا رسول الله إنكو كسبات أمت بوهلا روماويان يشن فعلو بيه قنزب كفية نبرنا قرش شوية ساكم بينو بلو سيدنا قرو نبي أشن من قالو الله يعلو كسبات أمت هلالم في بضع سنين نو يعلي ما بضع سنين بضع سنين من دنو تاك الله تشوالي لقريش شكو يا قريش ما بضع سنين عندكم قالوا دون العشرة كاسرة مثبفيت بتاتش يالو نوالو قال اذهب فزايدهم يا أبا بكر شبر يا سيازات شون نانتي هيدنا أسر شبر ناسيز بلاتشو الله يالو كاسر أمت بتاتش نوالو عللم سبات أمت كاسر بتاتش نو سمنت أمت كاسر بتاتش نو زتن أمت كاسر بتاتش نو جنال درس مالاتشو وازدد سنتين في الاجل هلت امت تشمرن مكنياتهم هلت امت كتشمرن 9 هنال سلازي الله قالو كان 1 9 يالونا جنا بلو غنزبو تشمرو انتنا درجه ما يتنو
فلما مضت السنتان حتى جاءت الركبان لك زتن أمس تمم النزات سافاري وش بمولو متنا رباكاتشو رماويان كفارساويان أشنفو تلك طرنة تكهيري زاري زاري رماويان فارسن أشنفو بلو ففرح المؤمنون بذلك رماويان سلاشنفو اسلام وشو بتعم تدستو يميقر ماتشو لك نداقات مهنو رماويان فارساويان سياشنفو بزاك أن غزوة بدر نبر بغزوة بدر دمو اسلام وشو دمو مشريكوشن أشنفو يا مالتنو الله يالو بقرآن بزاك زي اسلام وشو يدستالو يالو يهنو ان انتم تدستالتالاتشو رماويانم تدستو سلزيه الله سبحانه وتعالى يالو يالو نقر هلو وقال بعض العلماء إضافة إلى انتصار الروم على الفرس كان في وقت حصول غزوة بدر وانتصار الصحابة على المشركين سلزيه أدنى الأرض بقرآن بابان زكتن يوبوتانو السودمو بديد سيامي قنيو أكبابي أرات متو متر كسي لفل بتاش يامي قنيو تورن تزا تكستي بزتن أمد دمو اندقنا رومويان فارساويان أشنفو قرآنون يهين سيقلت أنم نم وشتنو مديتنو بلو سينتقود راسو كستتوغن قرآن تككل نهونون نقر مارتنو انقري يهين كالكو إزارة مرتاتشن حقيقة ولت ساعت هيدي يو يعني عند ساعت مقار بلتياك أمنا منه يتفع قال لي رسم توبيكو جن لزاري يهين بك أمسلين